ومعنا من باريس رئيس تحرير الشرق نيوز فراس علاوي. أهلا بك سيد فراس. بداية، ما هي المعابر التي سيطرت عليها روسيا في دير الزور؟ السلام عليكم، شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولأستاذ المشاهدين. أهلا بك. سيطرت الشرق العسكري الروسي تقريبا على جميع المعابر الموجودة في محافظة دير الزور، والتي تمتد من الريف الغربي في الشمالية إلى الوصول باتجاه الشرق إلى معبر كما تحدثتم، معبر مراد المرائية، وكذلك معبر بقرص، واتجاه باتجاه مدينة ألب. كما جميع تلك المعابر على نهر الفرات، حسب الأنباء التي وردت من هناك، تم انتشار عناصر من الشرطة الروسية على تلك المعابر، وذلك كما ذكرتم في تقريركم بسبب الاشتباكات التي جرت بين عناصر ميليشيا الدفاع الوطني وهم عناصر محليون يساندون ميليشيا نظام الأسد في عملياتها العسكرية، والميليشيا الإيرانية على تقاسم واردات وحصص تلك المعابر، والتي تعتبر هي المنفذ الذي يعبر منه المواطنون باتجاه ضفتي النهر، وكذلك هي معبر رئيسي للمواد النفطية الخام والتي تعبر من مناطق سيطرة قصر باتجاه معابر شرق النظام. نعم، برأيك ما هي الأسباب التي تدفع روسيا للسيطرة على المعابر في عدة مناطق سورية؟ تماما، التوجه الروسي أو الحكومة الروسية في سوريا أنها تريد ضمان مناطق سيطرة تامة، مناطق أقل توترا. هي أسسها مسبقا أو في وقت سابق لمناطق خفض التصعيد، لا تريد افتعال معارك أخرى، خاصة أنها معارك جانبية بين الحلفاء. تلك السيطرة أتت بعد خلافات ما بين الحلفاء أنفسهم، ما بين الميليشيات الإيرانية وميليشيات النظام. فرض السيطرة الروسية على تلك المناطق يعني إنهاء حالة الانقسام في تلك المنطقة، وأيضا تعود أسبابها إلى خلاف بين التوجهات الإيرانية والتوجهات الروسية في سوريا. في حين يريد الإيرانيون إشعال المنطقة من أجل السيطرة عليها ومن أجل عدم الانسحاب منها، يسعى الروس إلى إيجاد توافقات معينة خاصة مع الأمريكان من أجل تهدئة الأوضاع حسب الرؤية الروسية للانتقال إلى حل، إلى ما يسمونه الحل السلمي، والذي يسعى الروس من خلاله إلى تعويض نظام الأسد مجددا في سوريا. نعم، من باريس رئيس تحرير الشرق نيوز فراس علاوي، شكرا جزيلا لك.